معلش معلش انا من الساعه 7 بالدقيقه اول حصه، والله العظيم ما بكذب، من 7 بالدقيقه ونازل من بيتي الساعه 6 وهموت من الجوع، ما اكلتش على لحم بطني. استاذنكم 5 دقائق، 5 دقائق اكل لقمه. طبعا برضو اكيد تكونوا انتوا برضو يا ولادي ما اكلتوش. ايه رايكم ناكل عيش وملح مع بعض؟ كابتن هتروح لصاحب السنتر بره اللي دفعت عنده فلوس، قول له بعد اذنك استاذ ايهاب بيقول لك هات له بيتزا لارج على حسابه، زائد لكل طالب وطالبه بيتزا سمول، وهو عارف عددكم، على حساب المستر. قول له كده اطلب الاوردر بابي، روح بسرعه على حسابي، بيتزا لارج ليا ماشي، ولكل واحد فيهم واحده ايه كابتن سمول. تعالى البيتزا جت، ادي البيتزا، يلا بينا ناكل البيتزا، يلا بينا ناكل يا واد، جت يا واد البيتزا اهي هناكلها.